يا شباب، مثل ما تشوفون حالتي شباب، هاي من أماكن السدة يا شباب، وأنا من شاف شفتوا حالتي، تشوفون حالتي يا شباب، يعني زي ما شاف صار بيه أغراض الأكس والبيكاسو والشغل، ما أعرف وينهم، يعني هذول التطويرات مالاتي ما أعرف وينهم يا شباب، تروح ما أعرف وينهم شو يعني حالتي كلش مو زينة يا شباب. السلام عليكم، معكم عبوز من قناة عبوزي، اليوم معكم لعبة ماينكرافت سيف كاف يا شباب. حكوا لي ليش تأثر على سيف كاف صار شارك كامل ما أعرف كل شيء يا شباب، أول شيء ما أعرف شيء، ما عندي تفاك، ما أعرف شنو راح أسوي بماينكرافت، ما أعرف شيء، ما عندي تفكيرات بسيف كاف، يعني بتوقع النهاية، عندي جوا شباب عبالي النهاية، بس ورا فكرت بشغل راح أطول سيف كاف يا شباب، راح أطول بس أشوف شنو بيكون هذا، هذا سويته، بس شو قبل ما نبدأ يا شباب. شباب قائمة يوم بدي شباب، لا تنسون لايك يا شباب، لا تنسون لايك يا شباب، ولا تنسون توصلون 400 مشترك يا شباب، واسف على السحب يعني صار يسحب عليكم على ما يكفي 3 أسابيع يا شباب، ما اعرف 4 أسابيع ما اعرف شهر، يلا شباب خلينا نبدي بالفيديو. اوف يا شباب اجى المطر، ما حزني هذا حزني. يلا يا شباب، شباب اذا شمرت هاي البيضة، شباب توصل هذا الفيديو 20 لايك، اذا شمرت هاي البيضة 3 دقايق توصلون المطر 20 لايك. يلا يا شباب كلش مطر كلش مطر. شوفوا شباب حالتي، ما عليكم هاي شباب، ما عليكم ما عليكم، هاي نطلع الضم الأغراض مال، دراعي، نطلع الضم، أنا أحكي ويا نفسي، هذي تدرون، ما عندنا واحد عشان نهاجم إحنا، بس هم هذي، مثلا ساعة أحكي ما حد، ما عندنا واحد نهاجمه، هذي، دخلك بمدينتنا، مش ما أعرف حتى هاجم، من ورا هذا الإيم الجديد. تعال يا ابني، فوق الشباب ابلع، اسف يا ما احتاجي، شو والله حالتي مو زري، بس البيكوكس لا يرجعوني متطورين، لازم اروح اطور، ما ابي حياة اطور، ما عندي تطويرات، لازم ابحث لها سبونات، فشباب اليوم يا شباب راح نلقى لنا منطقة يعني نبني بيها جوا الكاش، شنو احنا نبني بيها مستودع، يعني شلون مثلا مخزن، مثلا نبني يعني شي يسمونه مال بقر اوتوماتيك وخروف وما اعرف شنو، كذا صديتي بالاسف صار عندنا مشكلة، اي يعني كل شيء ابني بيه شوفوا لازم ندور، بعدين شوف بس انتم ما فهمتوني تقولون شنو فكرة، حتى يوزر ما مسوي بس يوتيوبر تتوقع 1 2، بس انتم بعدكم مسؤولين ما تفهموني. أسكن أنا بنا نير حرام إن شاء الله بنا حتى دي جا جمع عندي لحم ما يتش شو كان كده من الطعام تاع أنت ما أكلت لك حتى ما كذا صار مليت من اللحم القصة، لا أكل لحم بقر ولا لحم خروف مليت منها، كان باع الساعي اليوم هو بحث عن منطقة أبني بيها كل شيء أريده تحت الأرض، بعدكم انتم ما فاهميني، شوفوا يا شباب خلينا ندور من هنا، ماكو ماكو للاسف يا شباب، ماكو اريد مكان فارغ، ما احب اماكن المابي، او جبل اسطوري، اروح على هذا الجبل، يلا بسرعة بسرعة بسرعة، لازم نروح على هذا الجبل، جبل أسطوري يا شباب، من نقفز منه، والجبل يا شباب، جاي، بدنا ناكل، يا شباب، يلا يا شباب، خلينا نباع، شباب هذا المكان الزين، بس أتوقع راح ولا غلط. هذا يكفي لي الجبل ابني بيه بداخلي، اتوقع فهمت بس شنو قصدي، والله شوف خلنا نسوي احسن شي مال الداخل، حبني تحت الارض احسن شي مثل ما فكرت يعني، بس وين اريد مكان يعني ما ابي اي شي فارغ، ما اعرف وين، خايف بس اختار اللي يسمونه المنطقة الغلط، بس خايف خايف مني بقى اختار المنطقة الغلط وابني بيها، فيعني انسى بعد،
شوفوا بهاي المنطقة، هاي المنطقة هاي، هاي جواب المنطقة قبل فيها عشرة هو شو مين مثل الجواب؟ يلا زين جواب بيجينا بسرعة بس نشوف هذولي، هذول أنا أشيل بخاف البوليس خلاص ترجموا بلاك فيز لحم شوفوا كنا حطه حتى نعرف هذا المكان. بالنسبة الثاني شو هذا؟ نرجع خلنا نرجع يلا أي بالنسبة الثاني شو هذا؟ نروح بسرعة 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 يلا شباب يلا خلينا نستعد هذا الخروف ما نجي بس خلينا نفتح شوف شو ناي هذا حمسني ما كويش يلا هاي بنوصل عشرين سكن بس والله خلي شوف كلاكو هنا الحلقة الأولى ثانية الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة احداش اثناش ثلاثاش اربعتاش خمستاش نص اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش تسعتاش عشرين عشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين شي توصل لا توقعت انا اربعة وعشرين اربعة وعشرين هاتي تبني بيتي بحلقة اربعة وعشرين ثلاثة وعشرين بعد شي يسمونه باشا بغب هذا شي يسمونه شي اسمه الترقيع على هذا على هذا على هذا على هذا شلون الترقيع معك شباب ما عندكم هذا بقدر اقولكم بس عشان تشوفوا يعني حتى اتذكر عشان وهذا لازم اكبره يعني شوفوا بابا 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 هاي دائما اسويها حركه هاي شباب راح ادوخكم وارجع لكم شوفوا من هنا رحنا هنا واو كتفيني انا دمون شباب شوف ما عندي اي فكره بس هو هذا بيجي في الكابت ثاني جيت المكان انا اسف خلي الصحة صح صح ما لنا بس هذا هم لازم اخذ هاي ما تجي كده فين ما رد ذاك الفيليجر اللي من وراه ما تحولت بس انا مساعدنا هذا كريبا كريبا يعني لا لا نشاق نشاق خواه تفجر خواه تفجر شي بس يفجر شي اطيحها هاي بسيط بجزء اللي تحتي هذا بعد ما اي اخبار اصلا نفسي بعد ما احتاج اصلا سكر بس بنيتي يعني بس هيك يعني حتى تعرف شو انا بصنع ان شاء الله بس احتاج هذول الكمية الأسطورية يلا بس خلينا نسوي شغلة بها فائدة شنو هي الشغلة؟ تدور شباب عندي خطة حاول دائما تكون عندي خطة شو اسوي؟ مدفع مدفع يحميني والله ملل شو دحس ملل انا صورت هاي الحلقة حتى ما تقولون عبوسي طول انا ما عندي اي فكرة بس وهذا الشي اقولكم على انه هي هاي الصورة حتى مطول لي وما عاد اصلا اي شغلة اسوي هذا الجلي وهذا ما الجلي هذا ما حد يعرف انا شنو اسوي يلا اصلا قربة تنتهي يا شباب السلسلة يعني شباب اقولكم شباب تدرون ما يتصور كانوا شباب باكر او عقبة حتكون الحلقة الاخيرة من سيف كرافت باكر يمكن قتال التنين او عقبة يا شباب وحتكون الحلقة الاخيرة يا شباب راح اشوف حتكون بعد ما عندي اي سيف خلاص يلا شباب هو شو ما اريد اودي هذا المكان انه هسه باكر اخر حلقة لي سيف كرافت اتوقع يابا شو عقبة خلي اسبح اخر سبحة هاي خلي اسبح والله شباب سبح يعني نار ولا نار حتى شو يلا خلي اخذ شباب احد يبعد شباب بس خلي اسوي كملت
الكاستين. يلا شباب ما كنا ندعى بس هذا المقر من ناحية ودعى هاي كاستين هذا عاي صلي هواي ما طاب لي هالغرفة من أكثر الغرفات اللي تعبت علي نجد سطورية إذا كنت شوفوا ما عندي شوف الكرة فتورة سوين هالشغلات والمكتبة الأسطورة أنا أكثر شيء عادي في المكتبة بابا شباب كيف ما جيب أغلاف أطور مهسي شكرا بريكينج فورتشين بعد الحظ بس فورتشين وان نقبل على كل شيء أوقف سؤال ما عندي بكوكسين أتمنى بكوكسين ضاعوا لا أتوقع كان تارك واحد وصلوا بكوكسين فعالي بس بكوكس ولا بكوكس أنا ما أتسأل ما أتذكر ضميتي أنا أتذكر ما أعرف شنو صار يا شباب السيف وال يلا يلا بس على الأقل البو محتاجين قتال السنين ويني بو وينك بو كنا نصب لنا يا بو ونسوي له تطويرات مبين كل أغراضاني ضيعت مبين هذا بنار هذا الثاني هذا بقوة النار ما نقدر شباب أوفي شباب أوفي شباب خلينا نتذكر خلينا طورت فوق طلع انفينيتي شباب رجعتي شباب تعاوني شباب الحلقة الأخيرة باكر راح تكون سيف كرافت الحلقة الأخيرة طورنا كل شيء شباب طورت كل شيء سيف عندي وهذا شباب بس يبقى لي العين طبعا اجيب من شباب حتى الكواليس يا شباب خلينا نسوي نهاية الفيديو بقي بعد شوية من القادمين حتى تكون باشر الحلقة الأخيرة من سيف كرافت يا شباب انا سيف كرافت راح اجيب عيون اندرمان يعني انا هسه عندي هو عيون بس هو محتاج 12 عشان يجمع 6 هيجا فراح بكوز اجمع عيون اندرمان وراح تقول راح تدرقون اسحب شوية على القناة اتوقع راح شوي وراح شوي اقتي بلايز همين يا شباب حتى اسوي العيون يا شباب واطور اطور يعني اجدد يعني اجيب دايموند واحط بالسيف حتى يرجع جديد وهو والبقية يا شباب الدروع حتى تكون يا شباب باكر الحلقة الاخيرة من سيف كرافت راح اودع كل الناس حتى سامح اودع شو للاسف في شباب تاني حلقة باكر ان شاء الله تنزلكم اليوم راح تنزلكم سيف كرافت اليوم بوت راح تنزل سيف كرافت الحلقه الاخيره فشباب هي جنات فيديو شباب تسوني لايك شباب والاشتراك نلتقي في فيديو جديد يا شباب اتمنى عجبكم هذا الفيديو مثل قلت لكم استحبت عليكم يا شباب ونلتقي في فيديو جديد يا شباب ان شاء الله شباب سلام عليكم باي باي ونلتقي في فيديوهات جديده باي باي